بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا حنا فيديو جديد، وراه تبارك الله راه متحف هذا، راه ماشي دخلت حسيت براسي انني في متحف ديال الاقفاص. اللهم بارك. بالنسبة لهذه اخويا سعيد، هذيك الشجرة الطابلة ديالو عطيت تحط عليها. دابا هذا شمن عواد كاينين هنا؟ في العود الاحمر، العود ديال الشوك، وفي العود ديال الشجرة اللي تكون يابس بزاف. هاد الرونديلات هادو، هاد الرونديلات هذا عود ديال الشجره، وتيضرب حتى يضرب برونشيات صافي. والعود تاع الشوك ضروري تدخل فيه الشوك والعود الحمر، من حيت هاد الحمر من تيتبيرنا تيعطي واحد الجماليه. شوف بالنسبه لهذا اللون، هم هذا اصلي ياك؟ هذا اللون اصلي، يعني اللون ديال العود اصلي. اللهم بارك. بالنسبه للفريخ، الفرخ فيك كيدار هنا؟ الفرخ يدار تما مكانار مقنين، هذا هو الفرخ اللي خاص لها، حيت هذا صغير ديال المقنين ولا الكانار. تبارك الله، ربي يحفظ. اللهم بارك. بالنسبه لهذا كيبقى ديكور؟ هذاك ديكور، هذيك هي الطابله ديالو فاش يتحط. يعني ديكوراج. بالنسبه للقفيز قلت لي راه كيتحيد. القفيز تيتحيد، تيتمونطي، تحيد من اللور، تحيد من اللور، تحيد من اللور وترجع. تحيد يتشمش حريق، كلشي تيبقى الديكور ديكور، ما تيتاداش. يعني بالنسبه اللي عنده اتساع راه يحطو بحال كلشي بلاصه. اتساع صالون. تبارك الله، راه كاين. بالنسبه كاين هذا اللي على شكل ديال الباطو. هذا في يخت. هذا يخت. هذا راه اللي فات في الجناب كيديروا هنا. بالنسبه لهذا واش غيتصبغ ولا هو لونه كيبقى هكا؟ لا، لونه هذاك ديكوري هكا، لونه هكا. يعني خاصو شويه ديكوراسيون، ولكن اللون ديالو هكا. يعني هو الاصلي اللي بغى يصبغ راه يصبغ. بالنسبه اللي بغى يضربوا فيه نيد براسه، ما هو اللون ديالو زوين هكا، عطي واحد النظره زوينه. وكاين هذا اللي اللون ديالو تشوق الى اللون ديال الشوك. هذا مخدوم بالجلد، هذا ديال الشوك مخدوم بالجلد. هذا فيه الجلد؟ فيه الجلد. فين فيه الجلد؟ هادشي كلشي مجلد. هادشي كامل مجلد. تبارك الله. بالنسبه لهذا قلت لي راه كان قديم واحد شويه. كان قديم شويه، راه باقي مغبر نيت. هذاك مولا ديال الاسم هذاك، يعني هذا ديال عيد ميلاد. هذا راه عيد ميلاد، شي مناسبه، شي دريري يعز على الفراغ. بالنسبه كاين هذا تا هو، هذا اللي على شكل هذا على البيسين، البلونجوار ديالو، الطويبله. راه تبارك الله، راه هذا باقي ما مبينيش، باقي نيت ما باقي ما مفينيش. هذا باقي ما كملش. باقي ما مفينيش، لا بيرني هو مفين، ولكن باش تبين تبيرنا بزيت العود احسن بيرني. يعني هذا زيت العود تيضرب، يتحك يضرب بزيت العود بحال هادو اللي هنايا، هاهما هنايا هاد العود اللي قلت لك خصهم يتحكوا ويضربوا تيعطيو هاد اللون الاخر، تيتزاد فيهم البريو تيعطيو هاد اللون، كيوليو على هاد الشكل هذا. هذاك الشكل هذا تيولي، يعني بحال هاد الزيت كيشرب الزيت كيولي، يشرب الزيت تيعطي اللون زوين تيولي بريو. كاين هاد التشكيلات هادو عادي ديال العطوات، يعني كاين هاد التشكيلات اللي هذا ديال الوطواط. هذا باقي ما مفينيش، شتي كبير باقي هذا ما مفينيش، هذا باقي ما مفينيش. بالنسبه لهذا ديال هذاك مفين، هذاك مضروب بالزيت هو والاخر، الاخر بجوج اللي ملي مفينين. هذا كاين اللي تيبغي يخليه هكا في ديكور زوين بحال هكا، كاين اللي كيبغي يخليه داك الشيء طبيعي، كاين اللون طبيعي زوين بزاف. وكاين بالنسبه لهذا واقيلا سيبور، هذا هو اللي شفنا في هذا مونتاج. هذا يعني كتبقى هذه سيبور بحال هكا، كتبقى هذه. اجي دابا نشوفوا الضخم، هذا هو الكبير، هو الضخم. بالنسبه لهذا هذا هو مونتاج، تاو مونتاج تاو، هذا تا هو يقدر يتفصل، يقدر ما تشدنيش. نقول لك ها مونتاج غنعاونك، هذا مونتاج. انا كيتمونطا، يعني هذا العود تقدر دير فيه اي قفز بغيتي ديرو، الارضيه بوحدها والقفص بوحدها، يعني قفيز بوحدو. بالنسبة لهادو تما كتحيدو منه ولا؟ لا، القفص كله والأرضية بوحدها. الأرضية بوحدها. دو بياس. هذا يعني جوج بياسات، بياسات اللي هما هادو كيكونوا في القفص. الأرضية. الأرضية بوحدها بالنسبة اللي هي هادي. هذا باش كاين هذا تبارك الله. هذا الشكيل ديالو، نيت قفيز هو كيخدم قفيز. قفيز تحيد، قد تيتحيد و تيدار القفز ديالو من هكا. يعني كيدير قفيز ديالو على برا. هذا باش كاين شي واحدين هنا خويا سعيد باقي لا خدم فيهم ياك؟ لا
هذاك باقي هذاك باقي ما كملش، هذاك باقي شي خدمه باقي ما كملتيهاش. هذه هي الورشه المتواضعه، ورشه في خدام. راه تبارك الله على الابداع. جوج مواطن ولا بلاش؟ نشوفوا الماتريال باش كتخدم معاها. ماشي مشكل، واحد جوج مواطن حطيتهم هنا. سمح لي ما تشدنيش غندوز. هاهما. تبارك الله. هما هادو. يعني راه باش تخرج من هادو، تخرج هاد الاشكال هادو راه ماشي ساهل. يعني راه ماشي ساهله. بالنسبه لهذا شحال شد لك اخويا سعيد ديال الوقت بالنسبه لهذا بوحدو؟ فوقاني غير القاز بوحدو، القاز بوحدو شد ديال هذيا شي خمس ايام. باقي ما تفيه، باقي ما فينيش، باقي ما فينيش. هذا راه لا تفينا راه ما عرفت، باقي ما فينيش. يعني باقي كندوها لهنا. الجلد هذا غيجي لي هنايا، وهذا غادي يعمر، غادي يعمر بها الديكور هذا. وهذا هادو خصهم يجيو فوق هنا. يعني هذا راه جينا باقي مازال غادي يعمر. ما انا باقي ما دارش، باقي ما فينيش، مازال ما فينيش تقريبا. غير هاد الفوقاني دابا راه شي خمس ايام تقريبا. خمس ايام بالنسبه للكامل. هو كامل شحال ديال الوقت؟ كامل درت 10 ايام ديال الخدمه تقريبا. شي 10 ايام، 10 ايام ديال الخدمه بالنسبه ديالي. يعني اللي بغى شي واحد بحال هذا يعني غير خاصو يصبر ولا 10؟ لا يصبر، بحال هذا يصبر. هذا ديال مولاه، هذا يعني ديال مولاه، يعني واحد 10 ايام بالنسبه لهاد الصغار هادو. اللي زاد كي يومين ديالهم الخدمه ديالهم، كي يومين 3 ايام حتى 4 ايام. بالنسبه لليخت، ياخذ 3 ايام ديالو ياخذ 3 ايام. راه لقينا ليه. وكاين ثاني اللي تيبغي يشارجي بزاف، كاين اللي ما تيبغيش يشارجي. بحال دابا اليخت لما كون بغيت نشارجي راه غنشارجي انديكوري، وكاين اللي ما تيبغيش يشارج بزاف. يعني على حساب الشارج، يعني على حساب اللي بغى يشارجي. راه تيقول خاصني شجره الفوق، خاصني قهوه الفوق، خاصني بزاف. بحال هذيك الطابله ديال القهوه اللي تما، هذيك تاهي راه قهيوات. كاين اللي تيبغي ديكورات، كاين اللي تيبغي البيع. هنا كاين شي طابله ديال القهوه. اه هي طويله. هاي الكراسه ديالي شتيها؟ طابله بالكراسه ديالي. ما بقاش عندي ديال البير، حيت كان عندي شي بيار ديال بحال ديال العرعر. بيار تنديرهم. يعني كيكون بيار هنايا وكيف تدير بير بحال عندك. بالنسبه لهذي هادي مازال غتكملها هي الشيء. هادي راه هادي مازال عندي رويضه، نقول لك كاين الرويض ديالها، كاين كل شيء. يعني هادي الا خدام فيها شفت القبزه الباليزه، الرويض ديالها باقي كاينين. هادي الباربريز باقي ما فيكسيناهاش، البوله باقي ما ركباتش، الباليزه باقي ما ركباتش. نشوف فين درت رويضه. ها رويضه فينا ماما. رويضة هما هادو، يعني باقي شوية الخدمة فيها. وبالنسبة راه كيبان ليا عندك تا ديال المشاش وكليبات. المشاش وكليبات شي حاجة، يعني تقدر تصايب أي شكل بغا أي واحد. كيما واخا يبغي هو الديكور اللي بغا هو يجيبو ليا في التصويرة نحط ليه داك الديكور اللي بغا. يعني وبالنسبة واش السلعة أنت اللي كتجيبها خويا سعيد كلشي؟ بالنسبة للنمرة خويا سعيد 06 06 10 10 32 32 25 25 81 81. اللي بغى شي حاجه ها النمره، اللهم يسر الجميع. بالنسبه لهنايا هادشي اللي شتو، يعني راه كاين شي حاجه هنايا اللي خدام فيها الناس ياك اخويا سعيد. هنا كاين اللي قبز عادي، كاين اللي قبز على حسب، كاين اللي قبز يكون حسن من هذا. يعني كاين يعني على حسب الشكل، اي شكل على حسب حتى الثمن، ويكون حسن من هذا ثاني. احسن حتى من هذا. كل ما تزاد الثمن كل ما تزاد الجماليه ديال القبز والديكور فور. قلت قبز يجي في الشلال بالبولات بشي حاجه، يعني يقدر مازال حاجه. ما هذيك ديكور كاش ديكور. الله يحفظك خويا سعيد، والله ما يسر.